السلام عليكم، معكم دكتورة نادية أحمد الزرقي، استشارية النسائية والتوليد في مستشفى الدول الحديد في دبي، مستشفى معروف منذ أكثر من 10 سنوات في المنطقة، يعني في مختلف التخصصات وخصوصا المناظير النسائية والمناظير الجراحية. هناك أنا أعمل في مستشفى في قسم النسائية والتوليد، وهو معني في متابعة الحمل، سواء الحمل الحرج والحمل غير حرج. الحمل الحرج هو اللي يرافقه بعض الأمراض مثل الضغط، السكري، قيصريات متكررة أو أمراض مزمنة أخرى. كذلك عمليات الولادة الطبيعية والتي تحتاج مساعدة في الجذب مثلا أو في الملقب، كذلك إجراء العمليات الجراحية النسائية المتعلقة في الولادة كالقيصريات، العمليات الجراحية النسائية بمختلف أنواعها، البطانة الرحم المهاجرة، الأكياس المبيض، كذلك ألياف الرحم وهبوط الرحم أيضا. هناك اهتمام في حالات الاهتمام الأول والثاني في حالات العقم، وكذلك حملات يعني تنظيم النسل، ممكن أن تسأل عن نسل يعني أن نناقش المرأة في الأسلوب الذي يناسبها في نوع مانع الحمل الذي تحتاجه. كذلك هناك يعني هناك اهتمام في الفحص المبكر للكشف عن سرطانات الثدي وسرطان عنق الرحم. الوقاية جيدة لهذا النوعين من السرطان، وإذا تم عنهم الكشف مبكرا كأنه لم يحصل. موضوع مهم جدا جدا للنساء في سن الخصوبة اللي هو من 14 إلى 45 سنة. شكرا جزيلا.